ما هي أبرز النشاطات الدعوية التي تقومون بها في رومانيا؟ من أهم المناشط الدعوية التي نقوم فيها هي عندنا مسألتان، مسألة التوطين ومسألة التعريف. التوطين لأهل البلد الأصليين اللي هم التتار والترك والغجر، نحن نقوم بقضية بناء المراكز المساجد، المساجد نقوم بطبع ترجمة معاني القرآن الكريم، بترجمة رياض الصالحين، الكتب الإسلامية الأساسية حتى يتثقف المسلم الأصلي الروماني، ثم إرسال الطلاب إلى الدراسات الشرعية في البلدان العربية وفي تركيا. هذا ما يخص في مسألة التوطين والتعايش معهم في أفراحهم وفي أعيادهم والدعوة وقضية رمضان والنشاطات والإفطار. هذا بالنسبة للمسلم الأصلي أو حتى الأصلي. الداخل الجديد أو الداخل الجديد. الداخل الجديد في الغالب هو بين منزلتين، ومظلوم في الأخير بين المسلم المقيم الأصلي، وهو أصلي، هو الأصل هو روماني. وبين الوافد، الوافد يقول لك أنا عربي أريد نشاطات للعرب، والتتري نشاط تتري تركي، طيب الروماني في الوسط يقول طيب وأنا وين؟ فنحن كمراكز إسلامية ركزنا على هذا الجانب في الفترة الأخيرة. جميل. ولدينا طلاب مسلمين جدد خريجين شريعة، ونقيم لهم الدورات والمخيمات والكتب والدور والتأهيل والتثقيف بشكل يعني مركز، أننا نعوض ما فقدوه. يعني الداخل الجديد للإسلام في رومانيا لا يترك لوحده، لا يترك لوحده، نعم بفضل الله. لكن عدم وجود التفرغ الدعوي هذا يعتبر عقبة من عقبات المؤسسة، لكن موجودين في مراكزنا، يتصدرون الآن إدارة المراكز، يتصدرون الآن الخطابة، نترك لهم المجال، نحن نتأخر خطوة إلى الوراء ثم نترك لهم القيادة. جميل. لأنه هم الأصل.